حياكم الله مشاهدينا الكرام، وطابت اوقاتكم في هذه التغطيه من مدينه نابلس، تحديدا من منطقه دوار الشهداء. يعني كما تشاهدون الان قمع الاجهزه الامنيه الفلسطينيه للمسيره التي خرجت نحو وسط المدينه دوار الشهداء، والتي تطالب بالافراج عن الاسرى او المعتقلين السياسيين، وعلى راسهم القيادي او القائد في عرين الاسود مصعب اشتيا. الاجهزه الامنيه قامت بقمع هذه المسيره واطلاق للغاز المسيل للدموع بشكل كثيف نحو المتواجدين والمتظاهرين في هذا المكان. هناك حالات عديدة أدت إلى الاختناق وتم نقلها إلى المستشفيات في هذه اللحظات. الأجهزة الأمنية قمعت بقوة هذه المسيرة ومن تواجد في هذا المكان. إذا كما تشاهدون أيضا في الصورة انتشار مكثف للأجهزة الأمنية في هذه اللحظات، وقمع المسيرة و قمع من خرج او من تواجد في المكان. اذا عبر هذه الصوره كما تشاهدون اطلاق للغاز المسيل للدموع تجاه المواطنون. اذا الان اطلاق للغاز المسيل للدموع نحو الشبان في هذه اللحظات. إذا حالات من الاختناق في هذه اللحظات في مدينة نابلس بعد قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمسيرة خرجت من أجل المطالبة، وهي مسيرة سلمية خرجت نحو دوار الشهداء تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم القائد في عرين الأسود مصعب اشتيا، التي لا تزال الأجهزة الأمنية تحتجزه منذ أكثر من 4 شهور. وحتى يومنا هذا الاعتداء تم على كل من تواجد في المكان، إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، تجاه الشبان، تجاه النساء والأطفال. قمع وحشي مرت بها مدينة نابلس خلال هذه اللحظات. أيضا يعني اعتداء متواصل على من يقوم بالتصوير أيضا، ويقومون بالاعتداء عليه بالضرب. وقبل قليل كان هناك اعتداء على بعض الزملاء الصحفيين ومنعهم من التغطية لهذا الاقتحام او لفض هذه المسيرة. والاعتداءات لا تزال حتى هذه اللحظة متواصلة هنا في مدينة نابلس. ايضا الاسعاف الفلسطيني قام بنقل العديد من الاصابات من دوار الشهداء نحو المستشفيات، والتي يعني في هذه اللحظات او الذين يتعرضون في هذه اللحظات للاختناق من جراء اطلاق الاجهزه الامنيه للغاز المسيل للدموع بشكل كثيف حتى هذه اللحظه. اذا قمع متواصل حتى هذه اللحظه في عده أماكن هنا في دوار الشهداء، وانتشار مكثف للأجهزة الأمنية حتى هذه اللحظة. وين أنت؟ أنا هنا أنا فوقيك هنا في المجمع، تيجي تعال أنت على التاسع. لا أنا ليش أشتغل؟ إذا مشاهدينا الكرام، قمع مستمر حتى هذه اللحظة هنا في مدينة نابلس كما تشاهدون في هذه
الصورة وتوغل لعدد كبير من الأجهزة الأمنية وسط دوار الشهداء، ومنع حتى الطواقم الصحفية والطواقم التي تقوم بتصوير الحدث من التغطية واستمرار التغطية، وقاموا بالاعتداء على بعض الزملاء الصحفيين. إذن انتشار واسع للشبان مع نقل العديد من الشبان نحو المستشفى بعد إصابتهم بالاختناق من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع.